sangre. مرحبا، رح نتعلم اليوم تقنية يوغا جديدة بتساعد على التليين، مفاصل الأكتاف، الذراعين والرقبة، تجنباً للأوجاع الناتجة عن الجلوس وراء المكتب. مد إيدي بهالشكل، بدي حرك مفاصل الأصابع بدي أرجع لين مفاصل المعصم بحركهم بهالشكل. هلأ بدي لين مفصل الكوع بدي لين مفاصل الكتف باخد ايدي على العالي بعملهم فايبريشن بجيب ايدي قدام وجهي بشنجل صبيعي باخد نفس انا عم فض الهواء بعمل ظهري كير برجع باخد نفس عن جديد بحرك المفصل برجع بمد ايدي بهالاتجاه بجيبهم صوب صدري بعملها عدة مرات باخد ايدي على العالي باخد نفس بسكر كف ايدي بنزلهم على مهلي بنزل ايدي بحرك الكتاف بوقف وهلا بدعيكي لتلاقيني على صفحة فام عن جديد لنتعلم تقنية جديدة باليوغا وما تنسي خلي موديك عالي